الحمد لله والشكر لربنا كان جهودنا طول السنه ديت وربنا كرمنا وصعدنا لان احنا الاحق طول السنه ان احنا نصعد الحمد لله والشكر لله وبنشكر الجمهور اللي جه ورانا من الحمول ونشكر الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الاداره. الحمد لله الفرقه ان شاء الله اتلمت والسنه دي في اعمار سنيه صغيره جدا احنا بنبني فرقه كويسه لنادي الحمول وان شاء الله ربنا كلل مجهودهم وبدات نتائجهم تتحسن جدا الدور الثاني لما حصل التجانس وربنا يكمل لهم على خير الماتش الجاي ان شاء الله. احنا بقدر الامكان هنحاول ندبر الامكانيات الماديه في الفتره اللي جايه ديت عشان ان شاء الله صاعدين بامر الله. بارك لنادي الحمول اداره وجهاز فني ولاعيبه وهم قدوا موسم كويس والحظ حالفهم في ماتش النهارده وهم كانوا كويسين احسن من الماتش النهارده بصراحه. الحمد لله رب العالمين احنا جينا هنا ماتش قمه المجموعه في بيلا هنا وكمية المجموعة في القسم الثالث والحمد لله لقينا مستوى طيب من الفريقين وقلنا مبروك للي فايز وهضرك المهزوم والحمد لله رب العالمين كان ماتش كويس احنا كحكام استفدنا منه كحكميا وكان درس كويس لنا الحمد لله.